معلش 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 استنى بيه والنبي اسمعني بس ثانيه واحده. ايه العيله دي؟ خليكي قاعده معايا. المره اللي فاتت بص عمل ايه؟ اه يا تروخرا ايوه اضربك انت عايز تاكله عمال في البيت. لو انت عايزه بتبقى امراض لك واسكت. اه بتبقى امراض لحضرتي. مين بقى اللي بيتقلوص؟ يبقى اتجوزها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وقف التصوير. يعني وهي لما تقولي بتتأمرضي بس انا ممثل غصب عن عينك وراجل محترم. انت كمان ورك 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 ورك. هتيجوا تاخدوا الحاجات دي ولا اقطعها؟ يا عم انا بكلم كل الناس كده لو سمحت. ما ينفعش اللي بيحصل ده. انا ما بقفش في صفه. اقسم بالله هضايقك. حد يقف معانا. ترد عليا يا عم حناوي وانت بقى. اشتم البرنامج ولا اشتم مين ولا اشتم مين؟ انا مش عارف اشتغل يا عم انت. شلعانكم ما اصطلحتوا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلهم بينهم الصلح خير. قضيتنا النهارده غيره. يا ترى مين اللي هيحلها لنا؟ يلا نشوف. منا فضالي. مساء الخير عليكم في برنامج الصلح خير. إيه لحظه ستوب يا فندم. حضرتك مساء الخير عليكم في برنامج وتسكتي ثانيتين وتقولي الصلح خير لو سمحتي. اوكي. مساء الخير عليكم. اهلا بيكم في برنامج حلهم بينهم الصلح خير. انا مبسوطه جدا النهارده بشارك في برنامج مهم زي ده. واحنا عندنا النهارده قضيه بين اتنين ان شاء الله باذن الله يتصالحوا واكون سبب في انهم ما يتصالحوا ما يحصلش بينهم مشاكل تاني. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. يلا تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. خش يا بنتي. خش يلا. خش خش. السلام. ازيك؟ انا الحمد لله. خش. في ما فيش حاجه. هو اللي فيه هو اللي فيه ايه؟ اقعد ساكت. هنحل المشكله بقى هنا. هنقعد ازاي؟ انا مش عارف في ايه يعني. ده اسلوب يعني تتكلموا بيه؟ اقعد ساكت خالص. هو في ايه بالظبط بقى عشان قبل ما يعني ابقى فاهمه ايه الموضوع؟ احنا متجوزين بقالنا 3 سنين. اوكي. المشاكل اللي بيننا بسبب البنات اللي هو بيعرفه. تمام. بيعرف بنات كتير جدا، علاقات كتير جدا. هو تمام. مطرب. مطرب حضرتك؟ مطرب شعبي. شعبي؟ اوكي. بيكلم بنات كتير جدا، مش محسسني ان انا موجوده. كدابه. طب ليه كده؟ ما حصلش الكلام ده خالص. طب ممكن اقول لحضرتك حاجه بس بهدوء جدا. هو بص اغلب ام سوري يعني انا اسفه، هو اغلب الرجال عموما ساعات بتبقى عندها شويه يعني بيجينها جنون الشهره شويه. بس ممكن بس ما تكلمي يعني كلمي معانا يعني اي حاجه انت عايز تقوليها له انت ممكن تقوليها لي انا. ازاي يعني كلام اعمل ايه؟ زي الناس. ازاي يعني؟ زي الناس يعني. زي الناس. معلش استاذنك في حاجه يا ماما. اتفضلي حضرتك. ممكن بس تقعدي تستنينا هنا هنخلص وانا هاجي اخد حضرتك اقعدك. حاضر حاضر يا ست. الله يخليك. معلش اتفضلي. بس والنبي الله يستر لك طريقك. الله يخليك. اوعي تيجي على البيت. لا طبعا. الا بنتي. لا ما تقلقيش. ايوه عشان نبقى فاهمين بعض. ما تقلقيش اقعدي بس استريحي. ارتاحي كده يا حماتي. 3 سنين. انت تسكت خالص ما اسمعش صوتك. طيب هو لما جه اشتغل دلوقتي مطرب تمام؟ اتغير معايا. اتغير. اتغير فعلا. انت جايه تتعرفي ما تخلصي. استاذ ام سوري استاذ انت بتكلمني لازم تتكلم معايا بادب وباحترام ما دام انا بكلمك. انا بقول لك استاذ درديري. انا اسمي استاذه منى صح كده؟ ما بقولكش يا جرجيري وانت مش تقول لي يا منى اخلصي. لا مظبوط ولا انا بكلم يا غلط؟ ما اقدرش انا ما يعني يتقطع لساني لو قلت لك كده. لا يتقطع لسانك وجوده. انا ما قلتلكش كده. في يعني في ليفل للكلام نستخدمه بقى ممكن. طب يلا نخلص. يلا. لا مفيش حاجه اسمها نخلص. لا ده انا بكلم. انا ما تقوليش نخلص. انا بكلم المساعدين بتوعي. كلم يلا المساعدين نخلص. المساعدين بتوعك بعيد عني مش في وداني. طب احنا نستاذن. لا معلش اتفضل. معلش يلا فضل. يلا you
انت دلوقتي عندك مشكلتك مع جوزك. ايوه. ليه ما حاولتيش على قد ما تقدري ان انت تتفهمي طبيعه عمله كمطرب، وان هو دلوقتي بقى مطرب مش سواق توك توك؟ ليه ما حاولتيش انك دلوقتي تتعايشي ان هو ممكن يبقى ليه معجبين، وده لازم طبيعي ان انت تتقبليه. هو دلوقتي حضرتك ترضي ان جوزك يبقى له معجبين؟ والله انا ممثله، ولو انا متجوزه ممثل او مغني او وات ايفر هبقى عارفه. اه بس احنا مش ممثلين. معلش بس هي جوزها مغني. مغني احنا اللي عملناه. معلش بعدين بقى. انا مش يعني 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 انت جايه على البت قوي. لا يعني لا انا مش جايه كده كده ما ينفعش. طب ممكن اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضلي. انا مش قلت لحضرتك انا هاجي اجيبك؟ ايوه بس اللي بيحصل ده ما ينفعش. طب انت بتزعقي ليه دلوقتي؟ انت بتزعقي ليه؟ اسلوبك اسلوبك بس اسلوبك. انت بتزعقي ليه؟ انت دلوقتي جايه عندنا البرنامج عشان تحلي مشكله البنت، مظبوط كده؟ بالظبط كده. ما يديكيش الحق انك تكلميني وحش، انا بحل لهم مشكله، لازم مش موضوع ان انا عشان هي بنتك ان انا ابقى اصفها. حضرتك ما تجيش عليها لا يعني مثلا اقعد اطبطب لها واجي على الراجل، ما ممكن يبقى هو ليه حقوق فيا. اتخنقت وهنديها. طيب ما انتوا بتديني فرصه اتكلم. حضرتك بتزعقي وبس. لا اصل انا اللي شايفاه بصراحه ان انت جايه معاه وبس. يعني جايه معاه؟ انا اول مره اشوفه، انا اصلا ما اعرفش مين هو، صح كده؟ انا مش فاهمه يعني. طيب خلاص يبقى حضرتك تستني. عماله تتامرزي معاه كده وحاسس وحاسه ان في حاجات كده غريبه بتحصل. افندم يا استاذه يعني ايه اسمها ايه اللي ايه يعني ايه؟ حضرتك انا فعلا تعبانه. ايوه ايه اللي والدتك بتقوله؟ بطلي امراضي. هتدلعي عليها انت؟ ما هتدلع ويكون امراضي حضرتك يعني عماله تبص له. الكلام ده مش هياكل حبيبه قوي يعني. هنا يا جماعه دي هياكل هنا. حلو ده يعني ايه يا حبيبي؟ ايوه يعني عماله امراضي امراضي. اولا انت بتتكلمي معايا كويس. ما انا بتكلم. لا تتكلمي معايا كويس وتحترمي نفسك وانت بتتكلمي معايا. لا انا محترمه والله. لا انت مش محترمه طبعا لما تتكلمي معايا تقولي امراض والكلام الفاضي ده. يا جماعه ايه كده يا جماعه؟ عيب كده، احنا فنانين زي بعض. انت تعرفي ما تقوليش فنانين زي بعض. انت مين انت اصلا؟ انا حسين. مين حسين؟ طب اتفضل ارتاح، اتفضل نحل المشكله بالراحه. طيب في ايه؟ لا انت خالتش فيها فنانين اصلا على فكره. انا ما اتكلمتش. اما بامرز له بقى زي ما حضرتك بتقولي لي، ما انا برد عليه اهو بامرز له برده. حضرتك من اول حضرتك من اول ما جيتي عماله تحبيله. صدقيني منه حبيته، وقت في غرامه يا حرام. بصي هيغمى عليا. اديك زعلتيها مني. هو كل شويه يا اما تقعد تتكلم معاه وتامرز له، يا اما تتامرز علينا احنا. مش حافظه انا مش فاهمه في ايه. خلاص بقى اتفضلي يا حضرتك. انت مش حافظه الجمله دي؟ اه. طب ممكن تطلعي بره البرنامج؟ انا حسين. يا لهوي على حسين. اهلا منا. مش خلاص انا صح ايه؟ الو. ايوه إيه ممكن حضرتك لو سمحتي عايزين نبدا الحلقه؟ حضرتك حلقه ايه اللي هبتديها بالطريقه دي؟ مش هبتدي انا حلقات بالطريقه دي على فكره. واحده بتغلط فيا والتانيه بنت عامه تقولي على جنب وامي تعبانه وقعدت تقولي اصل ايه بتامرزيله. آه حضرتك بتبقى امرز له حضرتي. ايوه ارتاح حضرتك ارتاح. خلاص كفايه امرازه بقى، عايزين نبدا الحلقه. يلا كفايه امرازه، عايزين نبدا الحلقه. مالكش دعوه بصراحه والله. مالكش دعوه على فكره. انت لو زوج محترم ما تسمحش ان الاثنين ستات يتكلموا بالطريقه دي، بس انت واضح ان مالكش كلمه عليهم. طب ليه كده؟ هو كده. انا اسفه جدا ان انا اقول لك كده. ما انا اصل هم برضه عندهم حق بصراحه. عندهم حق. طب انتوا جايين ليه؟ وانتوا جايين عشان تهزقوا الناس؟ انت بس اتعاملتي معايا باسلوب كويس، فهم غاروا من كده بس، هو ده الموضوع. طب انا عايزك على جنب نتكلم شويه. لا ايه ده ايه ده ايه ده؟ هقول لك على حاجه. لا ما تقوليش، اقعد مكانك واتكلم. احنا فنانين زي بعض. مفيش حاجه اسمها فنانين زي بعض. في ايه؟ انا مطرب وانت ممثله برضه، فنانين يعتبر. انا ما اعرفكش اصلا. انا عامل اغنيه الدين ياما حضرتك ومعروفه جدا يعني. يا فندم اغنيه إيه؟ الدين ياما اغنيه شعبيه جميله جدا، الحمد لله يعني ربنا وفقنا عليها وهنجح عليها ان شاء الله يعني. فبس الموضوع بسيط جدا يعني، زعلان ليه حضرتك يعني. يا حلاوتكو يا حلاوتكو، وانتوا قاعدين عمالين تامرزوا لبعض كده واحنا قاعدين. بص دي اسلوبها على طول بقى كده. الله بص عليكو. بص هو ده الموضوع، مش موضوع انا فنانه ومش يا فنانه. يا حلاوه. بصي بص الكلام والله كويس. يا حاجه انت يا حاجه
منين حضرتك؟ نعم. حضرتك منين؟ من امبابة. اهلا وسهلا، انا مامتي من شبرا. اهلا وسهلا بيكي. تمام. وامي ست بلد وجدعه جدا. سيبك ان انا دلوعه كده وبتاع، معلش انا فافيه عشان انا صغيره لسه. تمام. فعايزه بس افهم حضرتك حاجه، انك ممكن تاخدي عين جوز بنت حسين. حضرتك حسين. اسمي حسين. مش هقدر افهم انا احفظ اسامي يعني. انا اسمي حسين معروف يا استاذه، بشتغل الحمد لله. معلش اما ان شاء الله هبقى اعرفك. احنا فاهمين زي بعض، بتعملي ليه كده حضرتك يعني؟ بكلمكم كده زي ما انتوا بتكلموني. تخيلي انا من الاول عمالي اكلمكم كويس وبادب واحترام. انا هعمل كليب حضرتك قريب قوي، وحضرتك هتشتغلي معايا فيه. طب ممكن ترد انت عليه؟ ما انا بكلمكم اهو وهو بيتكلم. ده انا اللي عايز حضرتك معايا في الكليب بتاعنا يا فندم. انا هعمل كليب وتشتغلي معايا. انا اشتغل مع حضرتك؟ ايه المشكله هنا يا فندم؟ يعني ابتدي البرنامج يا تاخدوا بعضكم وتمشوا. هتتصالحوا ولا تمشوا؟ خلصوني انا مش فاضيه. نتصالح نتصالح، بس امها هي اللي عامله مشكله بيني. انا بحبها جدا على فكره، انا بحبها جدا. عاوز مكانك لو سمحتي. بحبها جدا فوق ما تتخيلي. معلش يا ماما معلش. انت ليه محسساني حاجه انك جايه تتخانقي؟ انا مش جايه اتخانق ولا حاجه، ربنا ما يجيب خناق. المعجبات دي بتبقى حاجه عاديه يعني، ما بتبقاش. انا ساعات بيبقى ليا معجبات. انا كنت مخطوبه في يوم من الايام، وكان خطيبي بيقدر ممكن حد يجي يسلم عليا يتصور معايا. بالظبط كده. على فكره انا بكلمها هي. بالظبط. لا 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 لا، احنا رجعنا تاني. هو حضرتك، انا اسفه جدا هنقطع البرنامج، هو حضرتك عايزاني 24 ساعه امجد في بنت حضرتك واشتم في الراجل؟ لا بس يعني تقولي كلمة الحق. ما انا قلت لها كلمة الحق. هي كلمة الحق اللي انا قلتها في الاول، وكلمة الحق اللي انا لازم تقدر شغله. بالظبط كده. الله ينور عليك يا استاذه. انت قبلتي تتجوزي واحد مغني؟ الله ينور عليك والله العظيم. صح فعلا. مش قبلتي يبقى تتحمل. احنا رجعنا للامراض. بس بقى مش هنفضل طول القعده ورجعنا تاني نبقى نتامرز تاني. والله انا عمري ما سمعت الجمله دي، دي حقيقة. انا ماشي، ما انا مش مشكلتي برضو ان حضرتك ما تعرفيش بقى عايشه في حته تانية غير الحته اللي احنا عايشين فيها. لا والله كلنا عايشين في نفس الليفل، ايه المشكله يعني؟ تمام جدا، ادام بقى كلنا عايشين في نفس المستوى ده خلاص، وقاعده حاطه رجل على رجل قدامنا وعماله تكلمينا بقرف يعني. بس كلمينا بالراحه كده عشان احنا برضو ولاد ناس والله يعني. لو مش عاجبين حاجه ممكن نمشي بقى، ناخد بعضنا ونمشي يعني. مش جايين عشان عليك تتنكي علينا بصراحه. انت هتعلميني اتكلم ازاي يا بنت؟ ايه فنانه؟ لا تتكلمي كويس. انا عايزه افهم حاجه يعني. يعني حضرتك من ساعه ما جيتي عماله طايحه فينا كده، انا مش فاهمه ليه. انتوا ازاي عاملين كده؟ انا مش فاهمه فين اللي بيكلمني ده. عيلتها ناس جزارين. لو سمحت ما تتكلمش معايا. دول ناس جزارين. لو سمحت. جزارين على فكره. لو سمحت. في 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 بقول لك ما تتكلمش معايا يا استاذه. بلا استاذه بلا زفت. اوعى انت بتتنكي علينا كده ليه؟ بس انت مالكيش دعوه. انت كمان لا ما تقوليش هش. مالكيش هو ايه اللي هش ليه؟ وانا دبانه هتهشيني؟ اه هش يا استاذه. دبانه هتهشيني؟ قلت لك هش. لا مش هبقى بهشش. هاتيلي بقى رسول. هو ده اللي هش. انا حسين يا استاذه. على فكره انا بتكلم معاكي يعني. ايه اللي مش عارف؟ ايه ده؟ شعبي كويس موجود يعني، ليه بتكلمي كده؟ هو انت مش حافظ اللي اسمه ايه؟ وانت ايه مالك بتتكلمي كده ليه؟ وانت بتتكلمي كده ليه؟ تعالي هنا كلمي الاستاذ درديري. تعالي هنا. انت بتتولد هنا ولا ايه؟ والله حلو قوي مفاجاتك العسل. مساء الخير حضرتك. حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. نورتينا وكل سنه وانت طيب. طب بس بطلي امراض للراجل. انا حسين. يا لهوي صدق بالله كرهت اسم حسين وبتاع اللي تقول فيها. اه بتاع امراض. يلا اديني يما اديني يما يا راجل ده بجد. اديني يما اديني. اه امه اديته خلاص. وهي اسمها ايه؟ امرازيلو. بيت امرازيل. يا استاذه في ايه يا استاذه؟ احنا فنانين. سوري على الاكسبريشن طلع غلط. العفو يا روح. بصي هيغمى عليا. انا ما تقوليش نخلص.
كلم المساعدين بتوعك بعيد عني مش في وداني. انا كنت بقدم برنامج عشان اعمل خير الصلح الخير، طلع حلهم بينهم الصلح الخير رابع مره، يعني حلقه كانت حلوه، حظي حلو معاكم في رمضان، اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله، ويا رب تبقى حلقه دمها خفيف وتعجبكم وضيفه لطيفه.